اليوم يعني نموذج يدل على الصداقه، الصداقه الحقيقيه والوفاء. معانا الاستاذ عادل السوداني، هو من ابناء المحله محافظه الغربيه، ربنا يديله الصحه يا رب، 69 عام. لما سمع عن فكره صالون الزمن الجميل اللي اسسه مجموعه من ابناء محافظه الشرقيه، فكره الصالون قائمه على ان هم كانوا اول دفعه في جامعه الزازين في السبعينات، بدأوا بعد ما تم احالتهم للمعاش ان هم يتجمعوا تاني مع بعض في رابطه سموها صالون الزمن الجميل. استاذ عادل بعد 40 سنه لما عرف بالصالون حاول يجيب ارقامهم ويتواصل معاهم، يمكن كل يوم اتنين بيجتمع الصالون، بيجي تحديدا من محله عشان يحضر معاهم. برحب بحضرتك على اليوم السابع. اهلا بحضرتك. اسم عادل حسن توفيق السوداني، مدير عام سابق وزاره التعليم العالي، كاتب ومؤلف وعضو في اتحاد كتاب الغربيه. حكم الغربيه؟ عضو اتحاد كتاب الغربيه. كلمنا بقى، تواصلت ازاي مع رابطه او صالون الزمن الجميل؟ انا عشت اجمل ذكريات عمري في مدينه الزقازيق ايام ما كنت في الجامعه في فتره السبعينات، و طبع رومانسي. يعني اول دفعه تجاره في جامعه الزقازيق كان حضرتك؟ من اوائل الدفعات يعني. أيوة. من اوائل الدفعات كليه التجاره. اتعرفت على اول دفعه لاخونا وحبيبنا ونجم جامعه الزقازيق كلها، الاستاذ احمد الرزاز وشلته، وكانت اعظم دفعه دخلت كليه تجاره الزقازيق. تعلقت بيهم جدا جدا، وكان ضمنهم الكابتن الله يرحمه كابتن فريق الشرقيه الكابتن سيد رشاد، كان بيلعب في كابتن منتخب الشرقيه وكابتن نادي الترسانه الله يرحمه، كان من ضمن الحبايب يعني. فبعد فتره من الزمن قعدت 4 سنين في جامعه الزقازيق ولا؟ قعدت 3 سنين، خدت اولى وثانيه، وبعدين حولت تجاره المنصوره. كان الدكتور محمود عساف الله يرحمه من اعز واغلى اساتذه جامعه الزقازيق كلها، كان عميد تجاره المنصوره. فحولت تجاره المنصوره عشان الظروف العائليه وبتاع، خدت ثالثه ورابعه البكالوريوس من جامعه التجاره جامعه المنصوره. لكن الحنين كان للزقازيق؟ الحنين كان للزقازيق. يعني بصراحه ما لناش في اجمل الايام عمري، عشان بدايه اول سنتين يعني. اول سنه كنت في المدينه الجامعيه في كفر الاشاره، وكانت لسه مفتوحه جديده. السنتين التانيين سكنت بقى في كفر الزقازيق البحري، في الحريري، في المناطق المعينه دي، حسن صالح. المهم عشت اجمل ايام عمري في تجاره الزقازيق. فبعد حتى ما حولت المنصوره كنت على صله بيهم، كنت باجي ازورهم برضه وانا في تجاره المنصوره، من حبي ليهم بصراحه. كان تقريبا الدفعه عددكم كام ساعتها؟ الدفعه كانت حوالي 600 طالب. وكان من اشهرهم زميلنا علي عوض الله الله يرحمه، اللي كان عضو الاتحاد العام لطلاب مصر، والفنان احمد الزرقاني كان امين عام اللجنه الفنيه على مستوى جامعه الزقازيق، لانه فنان وموهوب جدا احمد الزرقاني، ومجموعه من دفعتي يعني. طيب بعد ما خلصت كان الدكتور نعيم هو استاذ في كليه التجاره، نعيم زنفلي. ما خلصت الدراسه بقى؟ اما خلصت سنه 77 دخلت الجيش ضابط احتياط 4 سنين، وبعدين تعينت في وزاره الزراعه، الاداره الزراعيه في المدينة. كنت تعينت قوه عامله في مديريه الزراعه بالغربيه. قعدت حوالي 7 سنين في الاداره الزراعيه في المحله. وبعدين قلت اغير اتجاه شويه. فنقلت التعليم العالي. نقلت وزاره التعليم العالي. قعدت حوالي 25 سنه في التعليم العالي لغايه بدات خدت الدرجه الثانيه والاولى ومدير عام. وطلعت على وظيفه كبير اخصائيين شؤون ماليه بدرجه مدير عام. تواصلت ازاي بقى بعد 40 سنه تقريبا؟ بدات حاولت الاتصالات. حاولت الاتصالات بيهم لغايه ما وصلت التليفونات بعضهم، ومنهم الاستاذ احمد الرزاز طبعا نجم الجامعه في السبعينات. ده بعد 40 سنه؟ بعد 40 سنه. ولقيتهم بقى عاملين اجتماع كل يوم اتنين في النادي الزراعي تقريبا. وبدات فكره الصالون. قالوا احنا عايزين نعمل زي رابطه تلم خريجي جامعه الزقازيق كلهم، جميع الكليات، وبالذات الناس اللي كانوا في عشائر الجواده. وفعلا بدانا نعمل الرابطه فعلا، وبداوا يسجلوها وبداوا ينشروها في الزقازيق. بدانا نعمل مثلا فطار مجمع في رمضان. طبعا دي كسره على كل اللي خرجوا معاش بقى يعني. كلهم خرجوا معاش. كان كل اللي بيجوا لنا كلهم، معظمهم كان فيهم بقى الله يرحمه محسن شارع وعلاء وهدان اللي بيعرف بينضم ليكوا يعني. كان كله بينضم يعني، عدد كبير انضم لينا. استرجاع ذكريات وليس ممارسه نشاط. بقالكوا قد ايه بقى؟ هو من تقريبا من حوالي 10 سنين. وبتيجي حضرتك كل يوم؟ مش كل اثنين يعني، حسب ظروفك. كل فتره.
كل فتره. بس لو في مثلا قبل موضوع الكورونا كنا بنجتمع كل يوم اثنين في النادي الزراعي تقريبا، ومره كل شهر او كل شهرين كان بيبقى فيه زي غدا مجمع او فطار في رمضان مجمع، استرجعوا يا اما في نادي الشرقيه، مره في نادي الشرطه، مره في نادي التجاره او تجاريين، يعني كله بقى لاسترجاع الذكريات. استرجاع ذكريات نفس المجموعه بتاعتنا، ونتخرجوا برضه اللي يكون بعدنا في الكليه بعدنا بسنتين ثلاثه. تمام. ومنهم رؤساء اتحاد طلاب جامعه الزعبلات في ليفل الله يبارك فيه، كان برضه من ضمن المؤسسين الاوائل للصالون، وكانت فكرته وفكره احمد الراس. والله الثلاث سنين اللي انا قعدتهم في تجاره الزقازيق هم اجمل سنوات عمري ولا يمكن انساها. حتى لو خيرت ان ربنا سبحانه وتعالى يملكني الدنيا كلها بكل سعادتها، ولو ثلاث سنين وعجله الزمن ترجع لورا ثلاث سنين، افضل نرجع لايام الزقازيق. ان عشت اجمل ايام، لان المجموعه اللي اصطف الطلبة على ايامنا، يعني العقليات او الفكر للطلب يختلف النهارده عن ايامنا. ايامنا كان فيه رجوله. حضرتك معتز قوي بالثلاث سنين اللي قضيتهم في جامعه الزازي. ايوه، لان حضرتك زي ما تعرف الجيل بتاعنا جيل السبعينات، كنا حاسين قريبين من بعض فكريا، ثقافيا، اخلاقيا، حتى في المستوى الاجتماعي 99% كنا يعني بقات متوسطه. حتى البيئات الغنيه برضو كان عندهم شيء برضو من الادب وذوق التواضع. البيئات الفقيره برضو عايشه في وسطينا كانها واحد مننا، فكنا كلنا بنحب بعض، واحترام متبادل، احترام لاساتذتنا وحب اساتذتنا لنا كمان. كنا نحترم استاذنا جدا، وكان من اعظم معرفتي من الاساتذه في الجيل بتاعنا الاستاذ الدكتور علي عبد المتعال، كان عميد تجاره. الاستاذ الدكتور اسماعيل هاشم كان عميد تجاره، كنت بعتز بيهم. الاستاذ الدكتور محمود عساف ابن الشرقيه كان عميد تجاره المنصوره، اللي انا حاولت واخدت الباكستان من عنده. انا فكرت ان انا ازور الاثنين دول بالذات، لدرجه ان انا كنت اروح ابص رجليهم لو كنت وصلت لهم، من حب اليوم وحب الفتره بتاعتي. يمكن كانت كمان صداقه حقيقيه، يعني حضرتك بتيجي من الغربيه. انا مره اتخانقت مع زميل شديت معاه شويه من هي، وكل حبايبي اتعاطفوا معايا، قالوا له ده عادل المحلاوي له نص الكليه، ازاي تتخانق معاه؟ بعدها حضرتك بقى حبيبي جدا، ويعني حسيت ان مش محبه، ما محبه لبعض، ما كانش في عداوه اصلا، هو كلاش مع بعض بس، لكن لقيته في منتهى الرجوله كعاده اهل الشرقيه. كان من هي بقى الكابتن السيد رشاد، كان كابتن منتخب فريق الزقازيق او فريق الشرقيه لكره القدم، كان حبيبي قوي قوي قوي، وجم لعبوا مع المحله في السبعينات ايام جيل العماشه اللي خد الدوري، جيل المحله، واتغلبوا طبعا 6-1 من المحله، وخدت السيد خدني بالحضن وراكبني اتوبيس اللعيبه، فكان جمهور المحله بص لي كده ايه ده؟ ورحت معاه الملعب وقعدني مع المدربين بتوع فريق الشرقيه، وبعد ما خلصنا الله يرحمه السيد رشاد ما رضاش يركب اتوبيس اللعيبه اللي راح نادي غزل المحله الاجتماعي عشان يغيروا هدومهم. مشي معايا من نادي غزل، من استاد غزل المحله لنادي غزل المحله الاجتماعي يجي كيلو، وقعدنا ندردش مع بعض، وفوجئ ان انا حاولت المنصوره، فقال لي كلمه جميله قوي، بقول له تعرف يا سيد ان انا حاولت تجاره المنصوره؟ قال لي الله وكيل. قلت له والله يا سيد عشان من الظروف والحاجات دي. رد قال لي كلمه جميله من ضمن اجمل ذكريات اللي انا بفتكرها لتجاره الزازي. قال لي ليه؟ ده الكليه كلها كانت بتاعتك يا محلاوي. بنفس الوقت الله يرحمه. كانوا بيطلبوا عليك محلاوي عشان من المحله يعني. اسم الشهره. كان كله عليه المحلاوي. حتى بعد المحله ما خدت بطوله الدوري سنه 71 73 كل الكليه باركت لي، طلبه وطالبات. محلاوي. والموظفين مبروك يا محلاوي، مبروك يا محلاوي. لما خدنا الدوري من نادي الزمالك. اتي القراءة والسياحة والرياضة. القراءة بدأت من 25 سنة كقارئ. النهاردة مكتبتي وصلت لألف كتاب، مكتبتي الشخصية في البيت ألف كتاب. ديني، تاريخي، سياسي، اجتماعي، أدبي، وقريتهم بالكامل. بالكامل. بالذات في المجال الأدب قريت العمالقة كلهم. أبو حسين وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ وأسامة بوسي ويوسف إدريس ومصطفى محمود وزكي نجيب محمود ويوسف السباعي ومجموعة كبيرة من العمالقة. أما بالنسبة قريت الأدب المترجم العالمي، الأدب الروسي، تولستوي، تشيخوف، كاتب القصة العالمي الروسي المشهور، مجموعة من كتاب روسيا المشهورين يعني.